Project Quality Management، إدارة جودة المشروع. احنا دايما بنعمل بلان ومانج للكواليتي اوف البروجكت والبرودكتس والديليفرابلز. اول حاجة بنعملها بنحدد معيار الجودة المطلوب لتسليمات المشروع، يعني بنعمل determine الكواليتي ستاندرد required فور ذا بروجكت deliverables. ثانيا بنعمل اقتراح خيارات للتحسين بناء على الفجوات في الجودة، بنعمل recommended options for improving based on quality and gaps، وبنعمل استمرار استطلاع للآراء حول جودة تسليمات المشروع، يعني continually survey project deliverable quality.